على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوادمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلدزبة الجوفي البخاري اليماني رحمه الله ونفعنا بعلومه، قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكال قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن البعبع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.